مرحبا أصدقائي جميعا، اليوم راح نتعرف على آخر بنية راح نعطيها بهذا المسار اللي هو الستاك. الستاك هو المكدس، إجا اسمه يعني من عملية التكديس. يعني نحن بيكون عندنا وعاء بدك تحط فيه مجموعة من الحلويات مثلا كلها متساوية الحجم، فوقت يلي بدك تحط عنصر بأول الوعاء بدك تحط بعده، أول عنصر رح يكون بأسفل الوعاء، بتحط ثاني عنصر، ثالث عنصر، رابع عنصر، هيك بتحط 10 عناصر بتصير فوق بعضها كلها. العنصر اللي فات أول شيء هذا صار بالأسفل بالقاع، تكدس فوقه 9، فهذا رح يطلع آخر شيء. فبيقولوا لك بالستاك اللي فات آخر شيء لاست إن، اللي فات آخر شيء اللي هو القرص رقم 10 فيرست إن، بيطلع أول شيء. يعني لاست إن فيرست اوت، تمام؟ فبهيك بيصيحوا له الليفو، اختصار للاست ان، اللي فات اخر شيء فيرست اوت، بيطلع اول شيء. ليش بتستخدم هيك بنيه؟ بتقلي انه شو، ليش بدي انا العنصر اللي فوته اخر شيء يطلع اول شيء والعنصر اللي فوته اول شيء يطلع اخر شيء؟ في للامانه مسائل كثير وخوارزميات بتعتمد انه اللي فات اول شيء بدنا نطلعه اخر شيء، فمشان لا تفوت بمتاهه انت بالريليست، فالستاك بني جاهزة. لذلك بنروح، هو موجود كمان بالمكتب يوتيل، بنقول ستاك، بنحدد له النمط اللي بدك اياه وبتروح بتعرف عليه. بنروح بنعرف مجموعة من الستودنت. نحن مثل ما شايفين الستودنت عندي اياه في اي دي ونيم، وعندي باني وعندي تو سترينج، بتحول الغرض زي بتعمل له صياغة بهذا الشكل، اي دي فراغ نيم. صراحة عنا 4 اوبجكتات. شو الطريقة يلي بتضيف بالستاك؟ بوش. وشو الطريقة اللي بتحذف؟ بوب، تمام؟ يعني كل كولكشن وإلى طرائق الخاصة. يعني بالتري ماب شفنا بوت، بالاريليس شفنا اد، هوني بوش ادفع، يعني ادفع بالمكدس. ضفت الاس 1، بعد ضفت الاس 2، بعد ضفت الاس 3، وبعد ضفت الاس 4. رحت قلت له اطبع لي الحجم تبع هذا الستاك، ستاك دوت سايز، بيطبع لي 4. رحت قلت له بيك، انتزع لي اول عنصر موجود ولكن لا تحذف. بيك معناته انتزع بس لا تحذف، التقط يعني. ف بيستقبله ستودنت، بروح مباشره بقول سيستم اوت برنت لاين اس اس. هذا ليش مسموح اني اعمل هيك؟ لانه انا عامل اوفر رايد لتو سترينج. هلا ممكن حدا يقول لي هون راح يطبع الهاش، لا هون ما راح يطبع الهاش كود. لاني انا عامل اوفررايد لتو سترينج، فتو سترينج تنادى ضمنيا بالسيستم اوت برينت لاين، لذلك راح يطبع اي دي فراغ نيم. الستاك دوت بوب بيرجع لك العنصر الاخير الموجود بالاعلى وبيحذفه، فبيك التقاط فقط، بوب بيلتقط وبيحذف. كيف بتمرق عليها؟ مثل باقي الكولكشنز، فيك تستخدم اتريتور، فيك تستخدم حلقه فور اتش. بعمل فور اتش على الستاك، بقول له هو الكولكشن، كل مره بدي التقط ستودنت، وكل مره سيستم اوت برنت لاين اس تي، بيروح بينادي التو سترينج ضمنيا. هيك بكون خلصنا المحاضره السادسه. بتمنى اذا في اي سؤال على الكولكشنز شاركوني فيهم بالتعليقات. نحن حكينا انه راح نعطي بشكل مخصص الكولكشنز ببلاي ليست لحالها بقائمه. بكون هيك خلصت المحاضرة رقم 6. بتمنى الكل يشترك بالقناة وفعل زر الجرس لتوصلكم الفيديوهاتنا أول بأول. يعطيكم ألف عافية، يا رب.